الناشط هم هيبة العراق وعنوانه ومجده وفخره، والشهداء الذين قدموا على رأسهم والشهداء قادة النصر هم محل افتخار واعتزاز ويجب أن تحفظ حقوقهم. الملفات المهمة أنا تابعته فاتح فيه تحقيق، مؤخرا وجهت بناء على مطالبي توجيه من خلال مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية تشكيل لجنة مع سوريا ولبنان وإيران والعراق لبحث هذه الملفات وتداعياتها. شكرا جزيلا.